رمز التعريف الشخصي. كلنا عارفين ان الباسورد بتاع الشاشة 4 اصفار. عايز مثلا تعمل ضبط مصنع للشاشة، عايز تضيف اي حاجة على الشاشة، الاعدادات بتاعت الشاشة الداخلية بيطلب منك باسورد 4 اصفار. ينفع اغير الباسورد ده ولا لا؟ يلا بينا نخش على الشرح العملي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو. طيب اول حاجة هدوس على علامة البيت في الريموت كنترول، وبعد كده هاجي على كلمة الاعدادات سيتنج وادوس اوكي. هاجي بعد كده على كلمة عام واحود شمال، وبعد كده مدير النظام. ظهر لي 6 اختيارات. تغيير رمز التعريف الشخصي، ده رمز البن 4 اصفار، ده الباسورد بتاع الشاشة. طيب يطلب منك تدخل رمز جديد وتعمل اعادة للادخال مرة تانية، وبعد كده بتدوس على تم. بعد ما تخلص خالص بتدوس على تم. فلو انت عايز تغير الباسورد بتاع الشاشة مفيش مشكلة خالص.